جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. هو مشروع سيركوي، واحنا نتحدث على معناها زيادة المسالك السياحية بالنسبة لتونس وخاصة للمنطقة هذه الوسط. اغتنمنا الفرصة، الشيء اللي موجود كما المترو متاع الساحل وكما الأقطاب الموجودة السياحية، علاش نتحدث على سوزة وحدها ولا المسير وحدها ولا مهدي وحدها؟ قلنا نجم نعمل مشروع مسلك يجمع بين ثلاثة أقطاب هذايا ويربط ما بيناتهم ويزيد الزوز الأقطاب الأخرين تاري أثرية اللي هي الجم والقيروان، ويتكون يربط ما بين هذه، نستغلوا المسلك دونك بتاع المترو والبقية يتعدى بالبيوس، تولي معناها مسلك سياحي قطار وحافلة، والهدف متاعو معناها هو باش السائح اللي موجود في منطقة كيسوسة أو المسير أو مهدية ينجم يتنقل بسهولة تامة ويشوف ويكتشف الشيء اللي فما. Le circuit des oliviers paraît quelque chose de très très intéressant. L'objectif étant de développer le tourisme rural et de mettre en réseau différentes villes touristiques, notamment Monastir, Magia, Sousse et Kairouan. L'intérêt de travailler en réseau paraît une bonne initiative vue par le conseil départemental. Le conseil départemental a engagé une coopération décentralisée avec le gouvernorat de Magia depuis 1992, notamment sur deux axes, l'action solidarité et civile et le développement local. Le train est un train présidentiel, train RSI, j'ai 1900 62 جيل تونس، بعد ما خذت الشركة فهمتني ولا ماتريال اسمه مان كرارس، قدموا لهم كهدية فهمتني ولا بريزيدونسيال لهم هما الفاغونتين هذوما للرئيس الحبيب بورقيبة. قعد موجود، خرج فيه مرة الحبيب بورقيبة والقدافي ومرة المزالي، وقعد موجود في ورشات سيدي فتح الله. جات الفكرة بعد الثورة فهمتني ولا الإدارة نظرت وأنه لازم يحاولوا كيفاش يرجعوه للبحر نتاعو. قاموا العمال في ورشات سيدي فتح الله بالصيانه نتاعو الكامله، مثل الجزائر والولايات تاعنا في جمعيه الداليا، وهي تراث وتقاليد واصاله لمدينه المديه. اليوم رانا في نزهه، وبارك الله فيكم وعلى الصدفه هذه اللي راكم دايرين. اليوم رانا في مهديه، مدينه جميله بزاف، جميله والنظافة روعة. أما بالنسبة للقطب بتاعكم هايل، عندكم واحد النطقة حبايب، يعني الإنسان من الجزائر كي يجي لتونس يحسب روحه في بلاده. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.